ثم وسن قنوط بصبح. وهذا أيضا من سنن الاعتدال، سن قنوط بصبح. وكذلك وبتر النصف الأخير من رمضان وبالسائر مكتوبة لنازلة رافع يديه بنحو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. فإذا في ثلاثة أماكن أو في ثلاث صلوات يوجد القنوت. القنوت يعني بصبح، هذا دائما يكون باعتدال. وكذلك في وتر النصف الأخير من رمضان، فإذا ليس في جميع الوتر بل هذا وتر، فإذا هذا سنة قنوت بصبح. هكذا في وتر النصف الأخير من رمضان ثم وبسائر مكتوبة. فإذا هكذا القنوت في ثلاث صلوات، أولا في صبح، هذا دائما، ثم وتر النصف الأخير من رمضان. فإذا هذا القنوت بالوتر لا يكون دائما بل في هذه المدة فقط. ثم بسائر المكتوبة يعني في جميع المكتوبة من الخمسين. سائر بمعنى جميع هنا، يعني حتى في الصبح، بصبح أي في اعتدال ركعته الثانية بعد الذكر الراتب على الأوجه وهو إلى من شيء بعد. نعم، في صلاة الصبح أين يقنط؟ هذا الذي قال في اعتدال، يعني بعد الركوع. ثم اعتدال أية ركعة، ركعة أولى ثانية، هذا اعتدال ركعته الثانية. ثم في هذا الاعتدال هل يقنط قبل الذكر الراتب يعني الواردي السابق أو بعد الذكر؟ هذا بعد الذكر، بعد الذكر الراتب، هكذا قال. بعد الذكر الراتب ما معناه؟ لماذا قال الراتب؟ للاحتراز عن هذا الذكر. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع. ثم فإذا قبله بعد الذكر الراتب على الوجه، هذا على الوجه للاحتراز عن قول بعض العلماء أن القنوت قبل هذا الذكر، ليس قبل هذا الذكر بل بعد هذا الذكر. نعم. ثم ما معنى بعد الذكر الراتب؟ هذا الذكر الراتب، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شيء ما شئت من شيء بعد، إلى هذا الذكر الراتب. ثم بعد ذلك ذكرنا أهل الثناء والمجد. فإذا ينبغي أن يكون القنوت بعد هذا الذكر وهو السنة. فإذا لو قنت بعد هذا الدعاء يعني بعد قوله أهل الثناء والمجد فلا بأس. إذا بالنسبة إلى ذكر أهل الثناء والمجد سواء كان قبله وبعده سواء، لكن بالنسبة إلى الذكر الراتب ما هو السنة؟ السنة أن يكون بعد هذا الذكر، أن يكون القنوت بعد هذا الذكر الراتب. نعم. ثم لماذا قال وهو إلى شيء إلى من شيء بعد؟ قال بعض أن هذا الذكر الراتب إلى قوله ربنا لك الحمد فقط، ربنا لك الحمد فقط، هكذا قال البعض للرد عليهم. قال المصنف وهو إلى من شيء بعد. نعم. واعتدال آخرة وتر نصف أخير من رمضان، وكذلك يقنط في اعتدال هذا وتر نصف أخير، هذا وتر عطف على قوله صبح. فإذا يكون المعنى هكذا وسن قنوط بصبح وبوتر. ثم مع الشرع هي العطف على قوله يعني اعتدال بصبح معناه في اعتدال. فإذا الباء بمعنى في،
ثم في اعتدال ركعة وكذلك في اعتدال آخرة آخرة يعني ركعة آخرة في اعتدال ركعة آخرة لوتر نصف أخير من شهر رمضان للاتباع كلاهما اتباع نعم ويكره في النصف الأول كبقية السنة نعم فإذا في غير هذا الوتر يكره القنوت في هذا الوتر يسن في غيره مكروه ثم بالنسبة إلى هذا القنوت يعني قنوت الصبح هذا اعتراض لبعض مبتدئة العصر هكذا لكن هذا أيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح دائما لم يتركه حتى لقي الله تعالى هكذا ورد في بعض روايات الحديث بالنسبة إلى قنوت الصبح لكن هناك وهؤلاء اتهموا ولم يحققوا المسألة ولم يدققوا في أحاديث في روايات الحديث لذلك جاء عندهم اعتراض ماذا هذا ترك قنت شهرا أو تركه بعد شهر هكذا في بعض الروايات وهذا بالنسبة إلى قنوت النازلة هذا ليس بالنسبة إلى قنوت الصبح العادي وفي بعض الروايات تصريح بالصبح يعني ثم تركه شهرا ثم تركه وهذا ذكر الصبح لأجل شبهة يعني كان هذا الدعاء يعني الدعاء في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاء لبعض المسلمين وعلى بعض الأعداء يا اللهم أنجي فلانا أنجي فلانا هكذا ثم إلعن فلانا إلعن فلانا وجعل عليهم سنين كسني يوسف هكذا كان دعاء لبعض المسلمين نصرة لبعض المسلمين وعذابا على بعض أعداء المسلمين وهذا الدعاء هل دعا به في قنوت الصبح أو دعا به في غير الصبح هكذا كانت شبهة يعني هذا هنا الصبح فيه قنوت دائما ومع هذا دعا بهذا الدعاء هذا كان شبهة عند الصحابة لذلك صرح بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ثم ترك معناه قنت بهذا الدعاء بهذا الدعاء الخاص يعني هذا الدعاء للقنوت دعاء لنصرة بعض المسلمين وكذلك على أعداء بعض يعني على بعض الأعداء نعم هكذا وهذا قنت في الصبح ثم تركه في الصبح أما الذي كان يدعو ويقنت دائما في الصبح لم يترك هكذا يجمع بين الأحاديث بمسألة القنوت نعم وهؤلاء لم يحققوا لذلك عندهم وبعض من العلماء حققوا أن هذا القنوت قنوت الصبح الدائم مروي من نحو عشرة من الصحابة ليس عن أحد ولا اثنين بل عن عشرة من الصحابة نعم ثم والذي نفى أو صرح بترك القنوت بعد صبح من الصحابة يروى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح دائما وهكذا يطلع بدون أي خفاء هذا الاتباع في قنوت الصبح يكره بالنصف الأول كما هو ثم وبسائر مكتوبة من الخمس وبسائر مكتوبة هذا سائر ليس بمعنى البقية لذلك ذكر الأشعري هناك من الخمس يعني هذا قنوت لنازلة قنوت النازلة هل هو مشروع في الصبح أو هو مشروع في غير الصبح هو مشروع في الصبح أيضا لذلك قال بسائر مكتوبة من الخمس يعني بجميع مكتوبة ليس بمعنى الباقي كلمة سائر يأتي بمعنى الجميع ويأتي بمعنى الباقي وهنا ليس بمعنى الباقي
لكن ظاهر التحفة بأن السائر بمعنى البقية. ممكن نظرا لذلك ذكر المصنف، يعني مصنف فتح المعين هنا من الخمس، فهذا قوله من الخمس دليل على أن سائر هنا ليس بمعنى البقية. لو كان بقية لا يكون هناك خمسة. نعم، من الخمس هو بيان للسائر. نعم، في اعتدال الركعة الأخيرة، هناك أيضا القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة، ولو مسبوقا قنت مع إمامه، وهذا الرجل يقنت، ممكن هو قنت مع إمامه بعد ذلك يقنت، يعني كما في الصبح هو لو قنت مع إمامه، هذا كان رجل مسبوق، هو قنت مع إمامه في الركعة الأولى للموموم وهو يقنت في الركعة الثانية، كذلك هذه القنوت، هذا القنوت لأجل النازلة، لو قنت مع الإمام في ركعته يعني السابقة هو يقنت يعني في الركعة الأخيرة أيضا. لماذا هذه القنوت لنازلة؟ نازلة يعني عافة نزلت. إذا ما معنى لنازلة؟ ليس لنزول النازلة بل لرفع النازلة، بل لرفع النازلة. فإذا ذكر بسائر مكتوبة لنازلة، نزلت بمن؟ نزلت بالمسلمين، بالمسلمين إما جميعا أو بعضهم، وهذا البعض ولو واحدا، وهذا الواحد تعدى نفعه، يعني هذا الواحد ليس رجلا بسيطا واحدا من عامة المسلمين، لو كان هكذا يكون لا يخلو الأمة عن هذه النازلة في جميع الأوقات، ليس كذلك، بل هذه النازلة في واحد من المسلمين، يعني هناك تقدير هكذا، نزلت بالمسلمين جميعا أو بعضهم، ثم ولو واحدا هذا غاية للبعض، تعدى نفعه كأسر العالم عالمي أو الشجاع هكذا. فإذا أسر عالم ناصره أعداء المسلمين، أو يعني رجل شجاع مثلا هو قائد جيش المسلمين هكذا، أو له يعني بروز عظيم، ظهور عظيم في جيش المسلمين، عصره الأعداء، فإذا هذا رجل واحد، مع ذلك له نفع لعامة المسلمين، ينتفع به عامة المسلمين، عندئذ هذا يعتبر نازلة بلاء لعامة المسلمين، لجميع المسلمين، هناك أيضا يشرع هذه النازلة. إذن كما يظهر من عبارته أنه لا يشترط أن تنزل النازلة في حق هذا المصلي، ممكن هذه النازلة شاملة لهذا المصلي أو هي ليست بشاملة للمصلي، أيا كان يشرع له، ولو هذا نازلة ولو لغير من نزلت به هكذا، فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به، يعني هذه مصيبة نزلت ببلد آخر ونزلت بالمسلمين ببلد آخر أو بمنطقة أخرى ناحية أخرى، فإذا هذا القنوت ليس سنة لأهل هذه الناحية أو يعني أهل هذه البلدة فقط، بل لجميع المسلمين من البلاد كلها هكذا. وذلك للاتباع. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قنت هكذا، فإذا قنوت النازلة وقنوت الصبح وقنوت وتر رمضان كلها للاتباع، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم، سواء بها الخوف ولو من عدو مسلم، والقحط والوباء، سواء بها يعني في هذه النازلة لا حاجة إلى النزول بالفعل، بل يخاف نزولها، لذلك قال سواء فيها الخوف، يعني خوف النازلة، خوف النازلة متى يكون؟ قبل نزوله. فإذا
يخاف نزول نازلة عافة بالمسلمين وفي هذا الوقت أيضا يدعو يعني يقنط لكن في هذا الوقت ليست للرافع النازلة بل للدفع النازلة هكذا يكون فرق لو كان القنوت بعد نزول النازلة فيكون لرفع النازلة لو كان في حالة خوف نزول نازلة فالقنوت للدفع هذه النازلة بين الحالتين فرق وكذلك فرق في بعض الأحكام أيضا كما سيأتي مثلا هذا في رفع كيفية رفع اليدين سيأتي ولو من عدو هذا الخوف من عدو مسلم فإذا ممكن يكون هناك كانت هناك أسباب يترتب على هذه الأسباب فتنة بين المسلمين يعني قتال بين المسلمين فإذا مع وجود هذه الأسباب يخاف الفتنة من عدو مسلم هو رجل مسلم مع ذلك عندئذ وهم يقنطون نعم يشرع القنوط والقحط والوباء الخوف سواء يستوي معه القحط أيضا أو الوباء أيضا نعم وخرج بالمكتوبة النفل إذن هذا قنوط يسن أين في المكتوبة فقط لا يسن في النفل عبارة تحفى أما غير المكتوبات فالجنازة يكره فيها مطلقا والمنذورة والنافلة التي تسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كرهها يعني في هذه النوافل التي تسن فيها الجماعة مثلا صلاة العيد أو صلاة التراويح قنت فيها أو يعني نوافل لا يسن فيها الجماعة مثلا الرواتب قنت فيها فإذا لا يكره أما صلاة الجنازة يكره فيها نعم ولو عبدا ولو عيدا نعم وخرج بالمكتوبة النفل ولو عيدا عيدا أو المنظورة ولو عيدا والمنظورة نعم فلا يسن بهما ما معنى هذا التعميم التعميم ولو عيدا معناه ولو كان النفل نفلا يشرع فيه الجماعة مثال صلاة العيد المنظورة يعني هذا ولو كانت الصلاة صلاة واجبة بطريق النذر فلا يسن به الجماعة نعم هكذا لا فلا يسن به القنوت القنوت للنازلة فلا يسن به ما القنوت للنازلة ثم رافعا يديه هذا القنوت هو دعاء سائر أدعية الصلاة لا يشرع فيها رفع اليدين أين يشرع هذا رفع اليدين هذا في القنوت فقط لذلك قال رافعا يديه كيف يرفع حذو منقبيه ثم رفع اليدين هذا القنوت يشتمل على ثناء ودعاء كما سيأتي فإذا رفع اليدين عادة يشرع في الدعاء فقط أما في الثناء لا يشرع رفع اليدين لكن في هذا القنوت في جميع القنوت سواء الثناء والدعاء وكذلك بعد القنوت تشرع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على آله فإذا في هذا الصلاة هل يرفع يديه نعم جميعا لذلك قال في جميع القنوت والصلاة والسلام بعده للاتباع وسنده صحيح أو حسن وفارق نحو دعاء الافتتاح والتشهد يعني في دعاء الافتتاح لا يرفع يديه وكذلك في التشهد يعني بعد التشهد دعاء لا يرفع يديه لماذا؟
ما هو الفارق بأن ليديه وظيفة ثم، يعني عند دعاء الافتتاح ليديه وظيفة، ما هذه الوظيفة؟ وضعهما تحت صدره، وكذلك في التشهد وظيفة، يعني وضعهما أين؟ على الركبة، على الفخذين قريبا من الركبتين، هكذا وظيفة. أما هنا في الاعتدال ليس لليدين وظيفة بل إطلاقهما. وبعض الناس يعني في الاعتدال يضع يديه كما يضعهما في القيام، وهذا غير مشروع عندنا معاشر السادة الشافعية. نعم. لذلك في الاعتدال ليس لليدين وظيفة، لذلك يرفعنا، يعني هذا وظيفة، يعني وظيفة متبعة، وظيفة متبعة. نعم. كسائر الأدعية ولو حال الثناء، هذا الذي يقول حذف منقبيه يرفع ولو حال الثناء، القنوت يعني شامل للثناء والدعاء، في حال الثناء إذن يرفع يديه كسائر الأدعية للاتباع. سائر الأدعية يعني سائر الأدعية خارج الصلاة، ليس في الصلاة، في الصلاة لا يرفع إلا هنا، إلا هنا فقط. نعم. فإذا سائر الأدعية أدعية خارج الصلاة يرفع يديه حذو منقبيه. وورد في حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في دعاء ما رفع يديه في دعاء إلا في دعاء الاستسقاء، رفع يديه حتى يبدو بياض إبطه، هكذا ورد في بعض الأحاديث نفي رفع اليدين من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المنفي ليس أصل رفع يديه، بل ما هو المنفي؟ يعني المبالغة في رفع اليدين حتى يبدو بياض إبطه، هذا هو المنفي، وإلا لا يمكن يعني الجمع بين الروايات. لماذا؟ لأنه ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الأدعية، فإذا الجمع يعني المنفي هو المبالغة. نعم. هو لا يبالغ إلا في هذه الحالات، إما في الاستسقاء أو يعني في أمر مهم كثيرا، عندئذ يبالغ في الرفع، وإلا يرفع حذو منقبيه فقط. نعم. وبعض الفقهاء استدل بظاهر هذا الحديث ونفى مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، ليس كذلك. نعم. عندنا معاشر السادة الشافعية. نعم. ثم وحيث دعا لتحصيل شيء كدفع بلاء أنه في بقية عمره جعل بطن كفيه إلى السماء، أو لرفع بلاء وقع به جعل ظهرهما إليها، هكذا. يعني فيما سبق بينا أن قنوت النازلة إما يكون لدفع بلاء أو لرفع بلاء، لدفع نازلة أو لرفع نازلة. لو كانت نزلت فالقنوت لرفعها، بل لو كان يعني يخاف فقط النازلة ما نزلت بعده، وهناك القنوت لدفع البلاء. فإذا في الحالتين يختلف كيفية رفع اليدين، هذا الذي قال جعل بطن كفيه إلى السماء متى؟ لو كان لدفع بلاء، يعني كبطن الكفين إلى السماء، يعني كسائر الأدعية عادة هكذا بطن الكفين إلى السماء، هذا لدفع بلاء، أو لرفع بلاء وقع به نزلت نازلة ثم يدعو، فإذا يجعل ظهرهما إليها، يعني إلى السماء، كأنه يدفع بيدين، كأنه يدفع بالظهر الكفين هذه النازلة، هذا هو الحكمة. ثم عندما يعني يقنط هكذا لدفع البلاء أو لرفع البلاء، يكون دعاء القنوت شاملا على غير هذا الدعاء أيضا،
كما يظهر مما يأتي. يعني في هذه الأدعية كلها بنحو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. وهذا يدعو بهذا الدعاء في قنوت النازلة أيضا. فماذا يفعل؟ يعني هل يرفع يديه ويجعل ظهرهما إليه أو بطنهما إليه كما يقنط في عادة الصبح، وهو يجعل باطن كفيه إلى السماء عند هذا الدعاء عادة؟ فإذا ماذا يفعل في النازلة؟ في النازلة ينظر إلى ماذا، لماذا يقنط؟ ينظر لماذا يقنط؟ لو كان القنوت لدفع البلاء فهو يجعل بطن كفيه إلى السماء، لو كان لرفع البلاء وهو يجعل ظهر كفيه إلى السماء. هكذا لا يفصل في قنوت واحد، يعني في قنوت واحد لا يفصل. هذا دعاء بالهداية، وهذا ليس يعني دفع البلاء، أو هذا دفع البلاء وهذا رفع البلاء، ممكن يكون في قنوت واحد كلاهما. فإذا لا يفصل هكذا، بل يعتبر أمر واحد. لماذا؟ لتقليل التحريك. هذه الحركة ينبغي أن يحترز عنها في الصلوات، لذلك لا يقلب كذا 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 كثيرا، بل يلازم حالة واحدة. ينظر إلى مجموع هذا القنوت، لماذا يقنط؟ هل هو لدفع بلاء؟ لو كان لدفع بلاء فظهر الكفين فبطن الكفين إلى السماء دائما من أول القنوت إلى آخر الصلاة والسلام بعد القنوت. أو لو كان لرفع البلاء، هذا يقنط لرفع البلاء، فمن بداية القنوت إلى آخر فراغه من الصلاة والسلام ظهر كفيهما ظهر كفيهما إلى السماء. ثم ويكرف الرفع للخطيب حالة الدعاء، يعني الخطيب يخطب في نهاية الخطبة أو في آخر الخطبة دعاء مشروع، دعاء من أركان الخطبة، الدعاء للمؤمنين بالمغفرة. ممكن هو يدعو هكذا يعني لدفع بلاء أو لرفع بلاء أيضا، فهكذا يدعو في الخطبة. فإذا أي دعاء كان هو لا يرفع، يكره له الرفع، بل بدون رفع اليد يخطب الخطيب. نعم. أما المستمعون ماذا يفعلون؟ الذين يؤمنون على دعاء الخطيب وهم يرفعون أيديهم ثم يؤمنون هكذا بنحو ثم يذكران صيغة القنوت، اللهم اهدني في من هديت إلى آخره. هكذا اكتفى المصنف الماتن بهذا، يعني إلى آخره. الشارح يتمم، أي وعافني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. الهداية يعني إيصاله إلى الصراط المستقيم، يعني إبقاؤه عليه، هو في الهداية لأنه مؤمن، فإذا إبقاؤه على الهداية. ثم إيصاله إلى أعلى رتبة الهداية وكمال الإيمان، كلاهما داخل في قوله اهدني في من هديت. إبقاؤه على أصل الإيمان، ثم إيصاله وإبلاغه إلى كمال مراتب الإيمان وكمال مراتب الهداية. ثم في من عافيت، العافية مما من البلاء في الدنيا والآخرة. الله تعالى عافى قوما لم ينزل بهم بلاء لا في الدنيا ولا في الآخرة، كذلك عافنا في من عافيت، يعني من جملتهم. وتولنا في من توليت، وتولني في من توليت. ما معنى التولي؟ التولي يعني النصرة، النصرة يعني أنصرني أو كن لي ناصرا وحافظا لي من الذنوب مع نصرته وحفظه. نعم. فإذا تولني في من توليت، يعني كن لي ناصرا في ترك الذنوب والمعاصي وحافظا لي من ارتكاب الذنوب والمعاصي. هذا معنى
تولني في من توليت اي معهم لاندرج في سلكهم وهذا في الحقيقه توسل بهم توسل بهم يعني عافني في من عافيت تولني في من توليت كذلك اهدني في من هديت فاذا هذا توسل بسائر المهتدين اهدني بحق سائر المهتدين عافني بحق وفضل سائر المعافين وكذلك تولني في من توليت بحقهم تولني وهذا توسل بهم كما يعلم مما ذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هناك الآية بجمع الضمير اهدنا الضمير بالجمع هذا القارئ المفرد منفرد أيضا يقرأ اهدنا فإذا من معه معه جميع المؤمنين نقرأ الفاتحة ونقول اهدنا الصراط المستقيم فإذا من الجمع في التكلم وهذا نحن واحد واحد إما يكون القراءة جماعية فإذا يكون هناك جمع فلا بأس لو كان منفردا كيف يتحقق معنى الجمعية معنى الجمع يتحقق بانضمام سائر المسلمين إليه فإذا كأنه يدعو الله تعالى مع دعائهم لماذا؟ لئلا يرد دعاؤه لو كان في دعائه شيء ناقل لدعائه أو سبب في حقه سبب لعدم قبول دعائه ممكن هكذا في حقه تقصيرات لئلا يعتبر الله سبحانه وتعالى هذه التقصيرات ولئلا يرد دعاءه بأجل تقصيراته ونقصانه كأنه جمع سائر المؤمنين ويدعو معهم ويقول اهدنا الصراط المستقيم هذا توسل بهم في قبول دعائه نظيره هذا اهدنا الصراط اهدني في من هديت وعافني في من عافيت تولني في من توليت فإذا الله تعالى هدى كثيرا من الناس وعافى كثيرا من الناس وتولى كثيرا من الناس فإذا حينما يدعو هذا الداعي باعتبارهم مع اعتبار دعائه مع دعائهم اعتبار هدايته مع هدايتهم عافيته مع عافيتهم توليه مع توليهم يكون مقبولا عند الله تعالى ولا يرد هذا هو الحكمة ثم لأندرج في سلكهم وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت البركة يعني زيادة الخير كثرة الخير هو يعني يندفع به أكثر هذا هو البركة في ما أعطيت وقني شر ما قضيت يقني شر ما قضيت معناه يقني شر ما يترتب على القضاء فإذا هذه الوقاية لا هذا الشر ما هو مثلا السخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر وهكذا آفات شر ما قضيت ما معنى شر ما قضيت شر ما قضيت ليس المرض وأمثالها من الآفات والفقر ليس كذلك بل ما يترتب على القضاء من السخط لقضاء الله تعالى لا يصبر بل يسخط لقضاء الله تعالى كذلك لا يرضى بقضاء الله تعالى والقدري بل وهو بدون صبر ماذا يفعل يتحرج يقلق بل يجب أن ملازمة الصبر وهذا أراد بقوله شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك كلمة فتعليلية وهو يعلل تعليلا لهذا الدعاء وهو يطلب من الله تعالى هذه الأمور كلها لماذا؟ لأن الله تعالى هو القاضي إنك تقضي لا يقضى عليك ثم وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك. تباركت معناه تزايد خيرك وبرك. تزايد خيرك وبرك، هذا الثناء لماذا؟ لقبول دعائه الاول، اولا دعاء، ثم بعد ذلك يثني الله سبحانه وتعالى بما هو اهل، لماذا؟ لان يكون دعاؤه مقبولا عند الله تعالى. نعم. هذا تباركت تزايد خيرك وبرك، وهذا في تبارك فعل تفاعل، لكن لا يستعمل منه الا الماضي، لا يقال يتبارك بل يقال تبارك فقط، لا يستعمل منها الا الماضي، هكذا ذكر الشوبري. نعم. وتعاليت فلك الحمد، فانت تعالى، هذا العلو التعالي ليس باعتبار المكان والجهه، بل هذا باعتبار المعنى والرتبه. تعاليت في المرتبه، فلك الحمد لان مرتبه الاله فوق مرتبه المخلوقين، هكذا فلك الحمد على ما قضيت، اي قضاء كان لك الحمد، استغفرك واتوب اليك. نعم. وتسن اخره الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تسن اخره يعني اخر القنوت، بعد القنوت الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله. نعم. ليس الآل فقط بل الصحب أيضا، وعلى آله وصحبه أيضا. هذا صلاة على الصحابة ليست واردة في شيء من سياق الحديث ولا مأمورا به إلا بطريق القياس، يعني الصحابة مقيسة على الآل. لماذا؟ لأن الآل قسمان والصحابة أيضا قسمان، الآل قسم منهم لهم صحبة ومن، وقسم ليس لهم صحبة، هكذا يقتسمان الآل، يعني الآل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم لهم صحبة، أما من كان بعد الصحابة من الآل ليس لهم صحبة. كذلك القرام الصحابة قسمان، قسم لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم ليس لهم قرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصلاة مشروعة على الآل، معناه من الآل من له صحبة ومن ليس له صحبة، على كليهما هذه الصلاة، يعني يوجد في زماننا آل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما بعد زماننا أيضا سيأتي آل النبي، آل قسم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، نفر من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على آله ينطبق على هذا الجميع. فإذا من ليس له قربة من الصحابة لا يدخلون في الآل، أما من لهم قربة من الصحابة هم داخلون في الآل. من ليس لهم قربة من الصحابة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا، وهؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه، أنس بن مالك، وهؤلاء ليس لهم قربة، وهؤلاء أفضل ممن من الآل من ليس لهم صحبة. فإذا لو كانت الصلاة مشروعة على آل ليس لهم صحبة، وهؤلاء لهم صحبة وليس لهم قرابة، هم أفضل. فإذا لو كان الصلاة والسلام مشروعا على هؤلاء الآل فبطريق الأولى وهما مشروعان في حق الصحابة الذين ليس لهم صحبة، هكذا الحقق، ليس لهم قرابة، هكذا حققوا. نعم. فإذا هنا أيضا يأتي ذاك القياس، ثم ولا تسن أوله. فإذن عادة في جميع الدعوات في أول الدعاء وفي آخرها، خلافا لسائر الأدعية، ما سائر الأدعية تسن الصلاة والسلام، وكذلك الحمدلة أيضا مسنونة في أول الدعاء وفي آخره وفي أثنائه أيضا، هكذا في سائر الأدعية أحمد الله تعالى
ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه في أول الدعاء وفي أثناء الدعاء وفي آخر الدعاء، لكن هنا في الآخر فقط. لماذا؟ هذا للاتباع خلافا لمن زعمه، لا نظر لكونها تسن أول الدعاء، لأن هذا مستثنى رعاية الموارد فيه. نعم، وهنا بسبب الاتباع لا يسن. ثم ويزيد فيه من مر قنوت عمر الذي كان يقنط به في الصبح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقنط بقنوت، فإذا يزيد من مر. من هذا من مر؟ يعني المنفرد، وكذلك إمام محسورين. وهو ما هذا دعاء عمر بن الخطاب؟ هو قنوت عمر بن الخطاب. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نثني عليك الخير كله، هذا الخير مفعول نثني. نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. نخلع ونترك من يفجرك، من يفجر يعني من يخالفك بالمعاصي. نخلع ونترك من يفجرك بالمعاصي، خاصة البدعة. فإذا هذا يشير إلى مشروعية ترك الموالاة مع فإذا هذا يفيد، يعني هذا الكلام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نترك ونخلع ونترك من يفجرك، هذا يفيد يشير إلى مشروعية ترك الموالاة مع أهل الفسق والبدعة. كلاهما معصية، الفسق معصية في العمل، البدعة معصية في العقيدة. فإذا كلاهما فجر يفجر فجور لله تعالى، كلاهما فجور لله تعالى ومخالفة لدينه ومعصية فيه. نعم. ثم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى. نصلي ونسجد، هذا عطف الخاص على العام. وإليك نسعى، إليك يعني إلى طاعتك ليس على ظاهره. السعي يعني ليس سعيا بالمشي بالرجلين، بل هذا سعي بمعنى الاجتهاد، الاجتهاد إلى طاعته. إليك نسعى ونحفظ، ما معنى نحفظ؟ أي نسرع نرجو رحمتك. نحفظ أي نسرع، هذا معناه. ثم باقي القنوت هذا، وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، بدون واو هناك. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق أو ملحق. عذابك الجد يعني عذابك الحق، عذاب الله تعالى حق. إذن عذابك الحق وهو ملحق بالكفار. نعم. ولما كان قنوت الصبح المذكور أولا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على هذا، لكن وهذا لفظ القنوت غير معين، لذلك يجوز هذا أو غيرها، أو يعني دعاء آخر كما سيأتي ليس بمعين. فإذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظه هو مقدم. فمن ثم لو أراد أحدهما فقط اقتصر على الأول. فإذا منفرد أو إمام محسورين يريد أن يقتصر على أحدهما، فعلى ما يقتصر؟ يقتصر على القنوت الأول، يعني اللهم اهدني فيمن هديت هذا. ولا يتعين كلمات القنوت فيجزئ عنها آية أيضا، يجزئ عنها آية. لو قرأ آية ناويا القنوت بها فلا يكون هذا، فلا يكون هذه القراءة مكروهة، يعني قراءة القرآن مكروهة في غير القيام، وهذا ليس بقيام. ومع ذلك لا يكون مكروها. لماذا؟ لأنه نوى بها القنوت فلا بأس.
يجزي عنها آيةً آية تضمنت دعاء إن قصده إن قصد القنوت إن قصد الدعاء والقنوت. نعم. فإذا ينبغي أن تكون الآية متضمنة لدعاء، لو لم تكن متضمنة لدعاء فلا يكون قنوتا. مثاله كآخر البقرة، آخر البقرة يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإذا في هذه الآية ماذا؟ الثناء والدعاء كلاهما موجودان. وكذا دعاء محض، يكفي دعاء محض، دعاء محض. لو كان الدعاء بأمر دنيوي فقط أو يجب أن يكون هناك أمر أخروي في شرح بافضل، قال ابن حجر رحمه الله إن كان بأخروي وحده أو مع دنيوي، لو كان هذا الدعاء محل دعاء ليس فيه ثناء وليست آية ينبغي أن يكون الدعاء طلبا لأمر أخروي، أو ينبغي أن يكون طلبا دنيويا وأخروي جميعا، لو كان طلب أمر دنيوي فقط فلا يكفي هكذا ولو غير مأثور. نعم، هذا الدعاء ليس بمأثور بل هو مخترع من جانب القارئ فلا بأس. قال شيخنا والذي يتجه أن القانت لنازلة يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة. نعم، فإذا فيما سبق ظهر أن كل من يقنط يقنط بهذه القنوت بهذا القنوت، يعني اللهم اهدني بمن هديت هكذا، ثم بعد ذلك المنفرد وإمام المحسورين يسن له زيادة قنوت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك، هذا أيضا يزيد. لكن أين في النازلة دعاء لرفع النازلة أو دفع النازلة؟ وهذا يزيد بعده هكذا قال. فإذا هذا والذي يتجه هو رد لشبهة، فأين فيه دفع البلاء أو رفع البلاء؟ فإذا يأتي لأجل ذلك دعاء، فهذا الأفضل أيضا، يعني الدعاء الوارد في الحديث قنط النبي صلى الله عليه وسلم لدفع البلاء ولرفع البلاء دعا، فإذا هو يختار هذه الألفاظ هو أفضل. لو كان غير مأثور أيضا لا بأس، أن القانت لنازلة يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة، ثم فإن كانت جدبا دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاء، هكذا ذكر في التحفة، هذا الذي قلت، يعني عندما يدعو لأجل النازلة ما لرفعها أو لدفعها ينظر في الأحاديث ويختار منها أدعية واردة يدعو بها مطلقا، ثم جهر به إمام وجهر به إمام وأمن موموم سمعها، وجهر به أي القنوت ندبا إماما ولو في السرية، يعني الصلاة سرية، مثلا هو يقنط للنازلة في صلاة الظهر يقنط جهرا لا موموما، الموموم لا يجهر به، أي موموم لم يسمعه إمام موموم، لو لم يسمع قنوت الإمام ماذا يفعل؟ هو يقنط لنفسه، لو كان يسمع يؤمن على قنوت إمامه هكذا، فإذا هذا الموموم لا يجهر به. كذلك منفرد أيضا ومنفرد فيسران به مطلقا، مطلقا معناه في سرية أو جهرية أو نازلة أو صبح هكذا، وعمن جهرا موموم سمع قنوت إمامه، هذا التأمين جهرا يؤمن جهرا قنوت إمامه للدعاء منه، هذا التأمين للدعاء فقط، أنا قلت يعني، وهذا قنوت شامل للدعاء والثناء، وفي الثناء لا يؤمن بل يؤمن في الدعاء فقط. ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من الدعاء أو من الثناء حكما؟ فإذا حكمه حكم الدعاء على المعتمد، لذلك هو يؤمن وفيه خلاف. نعم، فيؤمن لها على الوجه. أما الثناء فهو ما هو الثناء؟ فإنك تقضي ولا يقضى عليك إلى آخره، وهو ثناء فيقوله سرا. من يقول؟ يعني الموموم الذي يسمع وهو يقول سرا. أما موموم لم يسمع أو سمع صوتا لا يفهمه فيقنط سرا. السماع يكون معتبرا لو كان مميزا حروفه، هذا صوت مبهم لا يعتبر سماعا وهو يقنط سرا. ثم وكره الإمام تخصيص نفسه بدعاء، دعاء يعني في قنوته، أي بدعاء القنوت للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء. أما دعاء الافتتاح، دعاء في الافتتاح سبق أن بينا أمس، يعني هناك وردت أدعية كثيرة في القنوت، مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إمام دعا بهذا الدعاء لأجل الاستفتاح، وهو يدعو بصيغة المفرد لا يجمع، يدعو اللهم باعد بيني وبين خطاياي هكذا مفردا. كذلك دعاء التشهد الإمام كيف يدعو به؟ بصيغة الإفراد، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، هكذا بصيغة الإفراد ليس بصيغة الجمع. لذلك تخصيص نفسه بدعاء معناه بدعاء القنوت للنهي. فإذا الإمام لا يذكر اللهم اهديني، بل هو يذكر اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، هكذا بالجمع. للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء. نعم، هذا النهي هكذا جاء. من فعل، من خص دعاء، من خص لنفسه بدعاء فقد خان، هكذا ورد، فقد خان، يعني كأنه يخون المأمومين. فيقول الإمام اهدنا وما اعتف عليه بلفظ الجمع. وقضيته أن سائر الأدعية كذلك، قضيته أن سائر الأدعية معناه قضية النهي أن سائر الأدعية، يعني سواء كان أدعية الصلاة أو غير أدعية الصلاة، يعني خارج الصلاة أو الداخل، هذا مقتضى النهي هكذا، يعني النهي الوارد في الحديث، لكن يتعين حمله على ما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير، هكذا ورد كثيرا، يعني كما مثلت هذا دعاء الافتتاح، دعاء التشهد، كلها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بهذه الأدعية حال كونه إماما بلفظ الإفراد، هناك لأجل الاتباع يفرد الإمام لا يأتي بصيغة الجمع. نعم، بل قال بعض الحفاظ أن أدعيته كلها بلفظ الإفراد، أدعيته كلها بلفظ الإفراد، لكن هذا ليس بي يعني سديد، أدعيته كلها ليس بلفظ الإفراد، بل يعني ورد في صحيح البخاري ثبت اللهم بارك لنا في مدنا وسعينا بصيغة الجمع، بارك لنا في مدنا وسعينا بصيغة الجمع. كذلك كان هناك دعاء ورد في حقه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذا الدعاء في شيء من مجالسه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا المصائب الدنيا، هكذا دعاء. وهذا الدعاء وأيضا ورد بصيغة الجمع، هكذا أدعية كثيرة بصيغة الجمع ورد. فإذا هذا قول هذا الحافظ يعني ليس كما ينبغي. ثم ومن ثم جرى بعضهم على أن اختصاص الجمع بالقنوت. نعم، ثم فإذا هكذا جاء يعني نفي
عن الإفراد ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرد متى يفرد مع الجماعة وهم يؤمنون وإلا لا يحتاج إلى تخصيص تخصيص النهي بالقنوت متى يقتضي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إفراد النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الأدعية متى يقتضي تخصيص النهي بدعاء القنوت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بلفظ الإفراد في محضر الصحابة وهم يؤمنون على دعائه عندئذ يقتضي وإلا يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرد بلفظ الدعاء لدعاء نفسه لا يؤمن أحد على دعائه فهذا لا يقتضي التخصيص متى يقتضي التخصيص ينبغي أن يكون كلاهما على مورد واحد ورد النهي وهذا ورد الفعل على موضع واحد عندئذ يقتضي التخصيص وإلا لا يقتضي التخصيص كما عرف يعني من أصول الفقه فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بلفظ الإفراد والصحابة يؤمنون وهذا الذي يقتضي نعم هذا بعد الصلاة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهذا ورد يعني في هذا الدعاء اللهم بارك لنا في مدنا وسعينا متى دعا بهذا الدعاء بعد صلاة من صلواته كما ثبت في بعض الروايات كذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أنس بن مالك رضي الله عنه جماعة يعني دعت أمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها ثم هناك صلى مع أنس بن مالك وهذا مع أم سليم فإذا بعد فراغه من الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا من شأن الصحابة يؤمنون على دعائه فثبت به أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة بدعاء جماعي هكذا يعني ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بخلاف ما يوسوس بعض مبتدئة الأسر ثم في هذا الحديث ثبت في صحيح مسلم في بعض رواياته أن أم سليم ماذا قالت أم سليم بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه طلبت أم سليم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابنها عبد الله بن مسعود لا أنس بن مالك أنس بن مالك فإذا زاد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أكسر ماله وولده وبارك له فيه هكذا بعد الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه نعم هكذا ثبت في جملة الأحاديث فإذا نختتم بهذا القدر نعم وبعده سابعها يعني الركن السابع للصلاة سجود المرتين ونقرأ غدا إن شاء الله في نفس الموعد الله تقبل الله منا ومنكم جميعا اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وأعطنا اللهم حلا وافرا فيهما وجعلنا مخلصين لوجهك الكريم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنانا وآخرتنا اللهم ارفع هذا الوباء من العباد والبلاد واحفظ هذا البلد خاصة من هذا الوباء يا ذا الجلال والإكرام وبلاد المسلمين عموما يا حي يا قيوم اللهم سلمنا وأهلنا وذوينا وسائر المسلمين من الآفات كلها من آفات الدنيا والآخرة ومن كل بلاء ومصيبة وآفة وشدائد يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ثم اتصل بي أمسي هذا أخ علي خان توفي أمسي وبناء إخوانه نعى بهذا الخبر وطلب منا الدعاء بعد الدرس
اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه ونور قبره ووسعه مد البصر وادخل في قبره الضياء والنور والفسحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتانا وارحمهم وعافهم في قبورهم واجمع بيننا وبينهم في فردوس الجنة بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.